قلت انت امتى وقع لك هادشي؟ هادشي وقع لي دابا شي سيمانة هذا هو ولاد ها؟ ولاد هما اللي ولاد وامهم ولدات قال لكم في الاول خرجوا ها؟ قالوا لكم في الاول خرجوا قلنا خرج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضمن راسك شنو المشكل هذا؟ خويا بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي ديالي عبد الفتاح الموصلي. خويا هاد الناس اللي كاري عندهم مالين الدار بغيت تجمعوا لنا ديما بغي يخرجونا بأي طريقة، وحنا ما عندنا فين نمشيو ولا خرجنا، حنا تنطلبوا تطلبوا الحق ديالنا، تجسموا علينا ودخلوا علينا ولاد، دخلوا علينا عندنا المحل، كرفسونا ضربوني، حيدوا لنا الباب ديال الطواريط، حيدوا لنا البارابور، وديما تيوقع بهاد المشاكل، ديما المشاكل معاهم ديما. علاش المشكل؟ المشكل ما بغاوناش نبقاو، كانوا حنا كانوا اربعة الجيران في الدار، خرجوا ثلاثة وبقينا اليوم حنايا، حتى حنا بغا يخرجونا. والدار شراوها رخيصة بالكراية، فهمتي؟ شراوها رخيصة، ودابا ثلاثة خرجوهم وبقينا حنايا، ما خرجونا حنايا، حنا بغينا حقنا منهم. تتهجموا علينا ديما. تيهدوكم في الجيران؟ تيهدونا، تيهجموا علينا ديما، ديما بحال ما في الساعات، تيخسروا لها الهضرة ولادها، ودابا تنطلبوا منكم من هذا المنبر هذا ناخذ حقنا ان شاء الله. كنت انا خرجت من الطابق ما عندنا فين نمشي، ما عندي فين نمشي، عندي فين نمشي. درت بهم شكايه؟ درت بهم شكايه هاد سميتو الكوميسيريه تي هما قالنا تنطلق مع ولادات، يقولنا حنا نعطيو لكم الفلوس، حنا ما عندكم ما تصوروا، وصافي تمشي الكوميسيرية تنطرفو حقنا، تيقولنا بلاتي والو، تنشوفو حتى حاجة. تنحسو بحقرة؟ حسينا بحقرة بزاف. كيف الحالة المادية دابا؟ الحالة المادية دابا مريحين، دابا مريح، كنت ما فهمتي ما عندي لا صنعة لا خدمة لا والو. تخلص لهم الواجبات؟ تنخلص لهم الواجبات، ما عنديش نمشي نتقاتل معاها. كيتسالو حتى شي شيء؟ تيسالو حتى الشيء والو. ما عرفتش علاش بغاو يخرجوك من الدار؟ بغا يخرجوني بأي طريقة، وأنا تنطلب بحقي، الناس واقفوا معانا، هادشي اللي تنقلبو. الناس اللي كيشوفوك دابا؟ الناس اللي تيشوفوني بغيتهم يشوفوا بعين الاعتبار، بالحق. نمرة التليفون ديالك؟ 06 56 27 08 89.